بعد الإعلان عن مرض الملك محمد السادس، هكذا كانت ردة فعل المشاهير المغاربة. إليكم التفاصيل. فمباشرة بعدما أفاد البروفيسور الحسن باليماني الطبيب الخاص للملك في بلاغ له اليوم أن الملك محمد السادس قد تعرض لفيروس كورونا المستجد كوفيد-19 بدون أعراض، صارع الفنانون والمشاهير المغاربة للتعبير عن حزنهم والدعاء لجلالة الملك محمد السادس بالشفاء العاجل، وذلك من خلال حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي. ومن بينهم الفنان والممثل المتألق رشيد الوالي الذي نشر على حائط صفحته صورة لجلالة الملك وكتب عليها قائلا: بالشفاء العاجل لملكنا الذي نحبه وندعو له بالصحة والعافية وطول العمر، اللهم استجب آمين. وكذلك الفنانة المغربية دنيا باطمة والتي قامت بنفس الخطوة، حيث نشرت عبر سطور حسابها على الإنستغرام صورة لجلالة الملك ودونت عليها قائلة: بالشفاء العاجل لملكنا الغالي محمد السادس، كلنا ندعو له بالشفاء، اللهم أذهب البأس رب الناس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما، اللهم اذهب البأس رب الناس، بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت يا رب العالمين، وهاشتاغ الله الوطن الملك. وعلى خطى شقيقتها دنيا باطمة، ابتسام باطمة تنشر نفس التدوينة التي نشرتها دنيا باطمة. وكذلك الإعلامي المتميز رشيد العلالي الذي نشر بدوره على صفحته على الإنستغرام صورة لجلالة الملك محمد السادس ودون عليها قائلا: بالشفاء العاجل لصاحب الجلالة نصره الله. ولم تخرج عن الخط كذلك الفنانة لطيفة رافت والتي نشرت عبر حسابها على الإنستغرام صورة لجلالة الملك ودونت عليها قائلة: على إثر إصابة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بوباء كورونا، نطلب من الله العلي القدير أن يمن على جلالته بالشفاء العاجل إن شاء الله، له لا يورينا فيك شر سيدي. وكباقي أفراد الشعب المغربي فقد عبروا بدورهم من خلال التعاليق عن حزنهم ما أصاب جلالة الملك محبوب المغاربة وملك الفقراء نصره الله، وتمنوا له الشفاء العاجل يا رب، فاللهم اشفي ملكنا العزيز.